بس أقدر أقول لك إنه استفاديت الكثير من تجربتي مع المدربين اللي عملت معهم. يعني عملت مع كابتن باسم قاسم تحياتنا له، مع كابتن راضي شنيشل تحياتنا له، مع كابتن حكيم شاكر أيضا تحياتنا له، مع كابتن أيوب، مع كابتن عصام حمد. الكل استفادت من عندهم، واللي عملت معهم كلهم مدربين منتخبات وطنية. صحيح. فتجربتي كانت اللي بيها فائدة كبيرة، حققنا إنجاز يعني خلال هاي الفترة، هو كأس العراق وأيضا كأس السوبر. فأعتقد تجربة كانت جيدة بالنسبة لي، كتجربة جيدة كان. رغم أنه كنت تتمنى تحصل على لقب الدوري وأنت مدرب. بالتأكيد هذه كانت أمنيتي، والفترة القليلة اللي استلمت بها الفريق كمدرب أول يعني بشهادة الجميع، خصوصا أنتوا أخواننا الإعلاميين، يعني أنت واحد من الناس قلت الفريق بهذه الفترة اللي استلمت بها كان يؤدي صح. يمكن أكو أخطاء، أكو النتائج ما جت يعني سوء الحظ بعض الأحيان، بس الفريق كان بهذه الفترة كان مميز وكان يؤدي أداء جيد، خصوصا المباراة كانت صعبة مع القوة الجوية مع الشرطة. رغم أنه هذا الموسم يعني الزوراء مر بموسم استثنائي نتيجة تغيير المدربين، عدم الاستقرار، نوعية العناصر. صحيح، تتفق وياي؟ صح، أنا أتفق وياك بهذا الموضوع. الموسم الماضي كان موسم يعني استثنائي للزوراء، يعني أمور كثيرة، تغيير مدربين، بعاد لاعبين، استقطاب لاعبين، والكل تتحمل ما مر بزورة بالموسم الماضي، سواء أنا جزء من أتحمل جزء من المسؤولية أيضا، وما أخفيت وأعلنتها أكثر من مرة أنه أنا أتحمل جزء من المسؤولية، خصوصا خلال الفترة اللي استلمت بيها.